لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يقول الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. قال السعدي رحمه الله: فلذلك أذهب عقولهم وفرغ قلوبهم وملأها من الفزع، وبلغت القلوب الحناجر وشخصت الأبصار. في ذلك اليوم لا يجزي والد عن والده شيئا، في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في ذلك اليوم ترى الظالم يعض على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وكل هذا عباد الله لأجل أن هذا العذاب كما أخبر رب العزة والجلال في هذه الآية أنه شديد، وأخبر جل وعلا في آيات أخرى أنه عذاب عظيم وعذاب أليم وعذاب مهين، كما قال في آيات: ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب مهين.